اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، معنا مزيك جميل من نماذج تحدي العواقب. صديقتنا الجميله فقدت احد ساقيها، لكنها صاحبه اراده وصاحبه عزيمه. تخرج للمجتمع باراده قويه متمسكه بحقها في الحياه، مؤمنه بقدرتها الخاصه. على عكازات تخرج صديقتنا الجميله لمواجهه كل صعب ومواجهه التحديات. تخرج صديقتنا الجميلة في زيارة لأحد حدائق الحيوان. طبعا زي ما احنا شايفين القرد مستغرب ازاي هي فقدت أحد ساقيها وبيبحث عنها. تبدأ صديقتنا الجميلة في التجول داخل حديقة الحيوان بزيارة حيوان آخر. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين